كرام كباتن كبار كباتن مصر والنادي الاهلي كابتن كبير كابتن ابراهيم الصمد. اهلا بيك. اهلا بيك يا نور الدنيا. اهلا بيك كابتن ماهر نور الدنيا. اهلا بيك واهلا بيك يا حبيبي. وحشنا كابتن شريف. كابتن حميد فينك؟ موجود معاكم شويه. نور الدنيا كابتن شريف. الله يخليك كابتن. عندنا مباراتين النهارده كابتن ابراهيم اتلعبوا، سموحه مصر المقصه وانتهى بالتعادل الايجابي، وبيراميدز وانبي انتهى اصلا ايضا بالتعادل الايجابي، والمباراتين 1-1. واكيد هنتكلم في مباراه الاهلي وجيما الاثيوبي بكره ان شاء الله. مباراه سموحه ومصر المقصة، سموحة في المركز السابع والمقصة في المركز الثالث، مباراتين أعتقد أن الفريقين كانوا عايزين يكسبوا النهاردة أو ياخدوا 3 نقاط، لكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي. كل فرقة منهم عندها دوافع تخصها. المقصة عايز يكسب عشان يضمن أنه يفضل في المربع الذهبي، وبيسعى أنه يفضل في المربع الذهبي عشان يشترك في البطولات الأفريقية. بالنسبه للام بي عايز يخرج من الموقف الصعب اللي محطوط فيه. الحقيقه لا يليق سموحه يبحث عن الفوز الغائب منذ 6 جولات عشان يتقدم خطوه للامام. بيحتل المركز الثامن، وده برضو مش مناسب لفرقه سموحه. طارق يحيى يعني التوفيق مش هو بالتعادل النهارده بقى في المركز السابع. المركز السابع التوفيق مش معاه، يعني بيأدي مباريات جيده جدا. انما التوفيق غايب عنه، انما اللعيبه بيأدوا في خلال المباراه الحقيقه، وبيضيعوا اهداف كتير جدا جدا. يعني هو دايما حتى تصريحاته بيقول ان انا بوصل اللعيبه للجون باكثر من طرق، انما حته تضييع الاهداف دي ظاهره بقت شديده في فريق سموحه. تمام. نتمنى انهم يخرجوا منها ان شاء الله، لان الحقيقه فريق جيد جدا يعني. تمام كابتن ماهر. هو النهارده بالنسبه لسموحه ومصر المقصه، كابتن طلعت يوسف من المدربين اللي عندهم خبرات بشكل كبير جدا، وقادر يعمل شكل يمكن السنه الثانيه على التوالي، يمكن ثبات التشكيل بيدي يعني ثقه للعيبه المقصه. النهارده المقصه يمكن بتلعب كل مباراه عشان تكسب ال3 نقاط، لكن النهارده طبعا يمكن كان الشوط الاولاني في استحواذ وفعاليه للمقصه. يمكن خط الهجوم اللي بيمثل مثلث الرعب عندهم محمد رمضان، وعندهم فوافي، وعندهم جون انطوي. يمكن الهدف اللي جه الهدف الاولاني يمكن جمله هم متعودين عليها، فوافي قدر ان يخترق بشكل جيد، وبعدين عمل كروس على القائم البعيد لجون انطوي عشان يجيب هدف من عالمي، من اجمل الاهداف اللي ممكن نشوفها مع رامي النهارده. برضه هدف عالمي النهارده بصراحه يعني طبيعيين. لكن بعد كده حصل نوع من التامين الدفاعي، كابتن طلعت خاف على الجول وما قدرش ان هو، يمكن كان في فرصه كان يقدر يخلص بيها الجيم بالزبط. لكن طبعا كابتن طلعت استشعر ان المباراه ممكن تخلص 1-0 بالنسبه له، وده يمكن عامل نفسي بيتابعه كابتن طلعت مع لعيبته، قدر يعمل توازن في الدفاع بشكل جيد. لكن طبعا سموح اللي فضل الشوط الثاني بيكافح بشكل ممتاز من خلال اختراقاته من الاطراف واختراقاته من العمق لحد ما وصل طبعا للهدف التعادل. فانا شايف النتيجه عادله بالنسبه للفريقين في هذا الجيم يعني. تمام كابتن شريف، نتيجه عادله ولا كان مقصه يستاهل ولا سموح يستاهل يكسب؟ هو دايما المشاكل كلها دلوقتي في الانتقال، وطارق يحيى وبيمسك فرقه سموحه، او علي ماهر وبيمسك فرقه انبي، المفروض ان هم عايزين يغيروا بشكل، وهي العصايه السحريه اللي احنا بنقول 16 نقطه و17 نقطه والدخول الى منطقه الامان دايما، وحركه التغيير في اللاعبين، وانت تقعد معاهم وانت ما بالكش اسبوعين او 3 بالنسبه لطارق يحيى يعني. فهو الثبات المعنوي والاحساس بالامكانيات الكبيره اللي موجوده عند المحترفين اللي موجود في مصر المقص، ده بيسمح لهم بالتفوق دايما او بالتقدم دايما مع اكبر الفرق واعتى الفرق. وانا بشوف ان امكانيات فرقه المقص دي انها تقدر تروح المربع الذهبي بسهوله جدا لو اللعيبه بتاعتها ركزت او حطوا امكانياتهم في الملعب. عندهم زي ما قال ماهر وكابتن ابراهيم، عندهم امكانيات فظيعه ان هم يقدروا يحولوا الماتش حتى لو هم خسرانين، بيقدروا يروحوا على الجون مره واثنين وثلاثه ويجيبوا جول واثنين وثلاثه. فانا شايف ان الاستقرار بالنسبه لمصر المقص والمدرب بتاعه كان في صفه ان هو يقدر يفوز النهارده بالنقاط،
ولكن لطف ربنا طبعا بفرقه سموحه ان هي تطلع واخده نقطه يمكن تكون بدايه بالنسبه لها زي فريق انبي كده مع علي ماهر. فهم الفرق كلها بتتخبط دلوقتي، بس المفروض الروشيتا اللي احنا بنتكلم عنها انزل العب عشان تكسب، ننزل حرر اللعيبه لا مركزيه للاعب، دعم صفوفك واقرا زي ما قرا انبي النهارده فرقه بيراميدز عندهم الناحيه الثانيه بتاعت محمد حمدي ناحيه الشمال بيوقفوا ناس وبكار واقفين لبكار ومحمد حمدي عاملين لهم خطه اكلمك فيها هنخش في المباراه دي. ففي كل مدرب يبقى نازل عارف قوه المدرب اللي قدامه ايه وقوه الفرقه اللي هو هيلعبها ايه، هو ده بس اللي بينقص الفريق اللي هي او الفرق اللي هي متاخره وكبيره فرق كبيره انبي فرقه كبيره جدا سموحه على طول مربع ذهبي وبتخش فاينل كؤوس وحاجات كده. انت قلت كلمه مهمه جدا يا كابتن شريف، قلت ان المدربين ما بيملكوش عصا سحريه زي علي ماهر وكابتن طارق يحيى، لكن ادارات الانديه عندها طموحات خصوصا سموحه الفتره اللي فاتت عايز يكسب، عايز يدخل بطوله افريقيا، عايز ياخد دوري، عايز ياخد كاس، عايز بطوله. هيبقى مستقبل الكابتن طارق يحيى شايفه ايه في الفتره اللي جايه؟ ما هو كابتن ابراهيم عبد الصمد معانا، يعني انا بعتبره يعني كابتننا الكبير. كابتن ابراهيم لما يبقى مدرب بيتدخلوا معاه في مجلس الاداره في الاداره بتاعت هتشتغل ازاي او هتجيب فكرك ازاي تشكيل الفريق، لا هتحاول تراضي مجلس الاداره وتراضي الشكل اللي موجود حوالين الفريق. لازم انت عشان تجيب مدرب تثق فيه تماما وتديله فرصه يا ميدو، يعني لازم تسيب الراجل يشتغل شهر اربع خمس مرات ست ماتشات يشوف الدنيا فيها ايه وانا اعرف هو ايه كمان معدنه، انما ما تدخلش معاه في كل حاجه. في مجالس اداره بتتدخل مع عشان كده تلاقيه دايما المدير الفني ما بيطولش او ما بيكملش. خلينا نتكلم الحقيقه يعني استقلاليه بالنسبه للمدرب نفسه ياخد حقه وينقي الطقم اللي هو بيستريح له يشتغل معاه عشان احاسبه. انا ما اجيش اهو اتغلب اول ماتش فاكر طارق ما عندوش اي امكانيات. في نقطه مهمه خلينا نناقشك فيها بصرف النظر عن سموحه او اي نادي بنتكلم في العموم، انا كمدرب لو اتفرض عليا جهاز انا في ايدي ان انا اختار او ما اختارش، اقول اه او لا. ليه اقول اه وانا عايز اجيب جهاز معين؟ يبقى انا اللي بطلع. الكلام ده احنا نقوله بينا وبين بعض كده. لا يا كابتن بنتكلم في العموم. في العموم احنا، انما انت راجل عايز تشتغل وبتخرج من فرقه يجي لك على طول عرض من سموحه، بتخرج من بتروجيت يجي لك. بنتكلم في العموم. ما هو ده بس اللي انت بتبقى في خنقه. يعني كابتن ابراهيم يقول لك كمان انت عندك في ناس بتفهم في مجالس الاداره بيفهموا في الكوره كويس قوي، فبيجي يقعد يتكلم يبقى عايز يطلع اللي عنده مع المدرب مع القعده. ما هو السواحل والفرق اللي هي في اسكندريه دي انت هتقعد تعمل ايه غير انك تتكلم في الكوره؟ يعني صح يا كابتن ابراهيم؟ انا مش عايز اخش في نجوم مصر، انا مش عايز اخش في محمد طويل. خلينا بنتكلم في العموم، بنتكلم في العموم يعني. لا انا هتكلم في الاجهزه. انت سيب المدرب يشوف شغله. تهدي النفوس ولا انا مش بهدي النفوس، انا صعبان عليا المدربين بس يعني. لو عايز تتكلم في حاجه زي كده او نتكلم بصراحه. تتكلم بصراحه انا بتكلم بلسان المدربين. خلي بالك كلام حلو يعني. بس برضو تلوم المدرب منين؟ تلوم المدرب. لا ارحم المدرب، استحمله عشان يقدر يدي للعيبه يحبوه. اللعيب عمره ما هيدي في الملعب الا لو حب المدرب بتاعه. لازم يحصل بطفره، في طفره حصلت جديده. ما تقبلش يا كابتن شريف يا فندم، ما تقبلش. صعب قوي ان انا ما اقبلش. انت لو بتاخد تيجي زي نجوم كبار بيقعدوا معانا على الترابيزه، انا يجي له طنطا وهي بتقع، يجي له اسوان وهي بتقع، ما لازم هيشتغل. طب ايه رايك النهارده في عماد النحاس والمقاولين العرب؟ ما عماد راح بجهاز هو عايزه. ايه رايك في الـ زي الفل في التجربه دي؟ زي الفل. طيب انا عايز بقى الحكايه تبقى كده، يكسب ماتش يتوفق، سيبه بقى يشتغل، سيبه ما تضغطش عليه، ما فيش، خليه يعرف يفكر، خليه يعرف يعيش. ده خارج من مشكله من فرقه ثانيه وهيرجع يلعب الفرقه الثانيه. ده طارق يحيى خرج من بتروجيت راح لعب بتروجيت ثاني ماتش. ايش الراجل حظه وحظه حظه يعني في حكايه بتبقى محسوبه على المدرب بس مش محسوبه على الادارات. لا بالنسبه للاجهزه اللي بيتكلم عليها ميدو، في مدربين بيبقى ليهم اجهزه معينه بيشتغلوا بيها. يا كابتن بينتقلوا من النادي ده للنادي ده. انا مش هقول مش هنقول ليهم ناس معينه، انا بقول ليه اسباب نجاح. خلينا نقول اسباب النجاح بتاعته مجموعته. ما هي دي من اسباب النجاح. في مجلس الاداره يا كابتن ابراهيم عايز يشغل ناس معينه، وهو ده يقول لك انا شغال برجالتي انا اللي هم الباباراتشي اللي هم بيبقوا موجود على المدرب الجديد اللي بالجهاز بتاعه. ما احنا ما شفناش يا ميدو، هو عشان كده بقول لك مدرب الغلطان ما يروحش. ما شفناش فرقه يعني طارق يحيى. حدش هيقدر يقول ما تقوليش الجمله دي ليه؟ ما فيش مدرب هيجي له شغل دلوقتي يا كابتن ابراهيم هيقول لك لا. يعني انا سايب بتروجيت ورايح لسموحه
مع الباشمهندس فرج عامر، وده برضو راجل بيفهم في الكوره 10 على 10. اكيد انا ما بتكلمش ان هو فرج عامر بيتدخل، وبعدين حاجه يعمل ايه؟ عالي جدا. اقول له لا انا مش حاضر لما اجيب واشتري، ده لسه خارج وراح ربنا ناصرني، وقلت بصلي الجمعه هو جنب ولي صلاح الدين في الاتحاد، الاثنين جايبين جنب بعض. يعني في حكايه خدت بالك؟ مش هيقول له كده كابتن شريف، هيقول له انا هنجح معاك بس عايز اسباب نجاحك. هيتحدى الزمن وهيتحدى الوقت يا كابتن ميدو، بيتحدى نفسه وبيتحدى الزمن. احنا بنتكلم في مصلحه الفريق على فكره، مش مصلحه المدرب، في مصلحه الفريق اللي بتصب في الاخر. اتفضل يا كابتن. هي في طريقه شغل بيتفقوا عليها الجهاز مع بعض. يعني ده بيكلفه بحاجه معينه، وده بيتكلف بحاجه معينه، وعارف المدير الفني بيحب ايه، والوحده التدريبيه بتاعته بتشتمل على ايه، وبيركز على ايه وهو بيشتغل. فبالتالي المدير الفني بيبقى مرتاح مع مجموعه معينه. بالظبط. لما بينتقل لحته ثانيه وبيفرضوا عليه جهاز ثاني وهو مش موافق، يا اما هو مش عايز يقعد من غير شغل فبيضطر انه يوافق. ما ترجعش بقى على رغبه مجلس، على رغبه مجلس الاداره، ما ترجعش تعلق الاسباب على حاجه. مجلس الاداره عايز يشغل ناس معينه فبيفرضهم عليه. في مدربين بيوافقوا، في مديرين فنيين ما يوافقوش، على حسب بقى قوه شخصيه المدير الفني اللي موجود. انما انا من رايي الشخصي ان المدير الفني اللي جاي بجهازه اللي بيتفق معاه وبيتعاون معاه ده بيبقى انجح بالظبط لاي مكان بيروحوا فيه. وهو ده اللي ماشي يا كابتن ابراهيم في الدوري الممتاز لحد دلوقتي. يعني كل الاجهزه يا طارق يحيى اتنقل بجهازه من بتروجيت لامبي، نفس كلام عماد النحاس اتنقل بجهازه، نفس كلام يعني وعلي ماهر اتنقل بجهازه لامبي. صح لكن هي المشكله يا كابتن ابراهيم اللي كان علي ماهر اتنقل بجهازه كله لامبي، حتى الدكتور مع ان الدكتور وائل حماد كان حاجه جميله جدا، لكن قال لهم لا انا بستريح لمجموعه الشغل دي، راح بجهازه وغير الدكتور كمان. ما هي يعني حتى دي بقى بيجي ان مجلس الاداره متفهم متفهم القصه وما بيتدخلش، فبيسيب المدير الفني وبعدين يحاسبه. انا هستاذنك معايا الكابتن طارق يحيى، الكابتن كبير طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحه. كابتن طارق اهلا بيك يا كابتن. حضرت عفريت انا. طلع لك الو حبيبي الله يخليك. ازيك يا كابتن عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي الحمد لله. احنا عمالين لو حضرتك كابتن اكيد كابتن ماهر منورين طارق حبيبي، عمالين نتكلم على حضرتك بصراحه، ويعني متعاطفين جدا معاك ومتعاطفين جدا مع الظروف اللي حضرتك فيها. والدنيا ايه؟ قول لي. والله مش عارف يا ميدو، يعني الحمد لله على كل حال طبعا، يعني كل اللي يجيبه ربنا كويس. النهارده طبعا احنا يعني ببدايه المحاضره محمود السيد جاله خبر وفاة والدته طبعا بنعزيه طبعا كلنا بقاء قدام لله، بقاء قدام لله. كان هو هيبدا الماتش الحقيقه، فطبعا خلاص يعني الراجل طلع من الفرقه لان هو سافر طبعا عشان يحضر الجنازه والدفن وكده. اضطرينا غيرنا الشكل التيم لان محمود بيلعب في نص الملعب، بيعمل لي الحلقه الوسط بين نص الملعب وبين الفراوده. حمدي زكي الوحيد اللي كان رجله في الملعب في الفتره اللي فاتت كان مصاب ورجع قبل الماتش بيومين، انا ما كنتش حاطه، كنت حاطه بديل، فاضطريت ان انا ابدا بيه لان ما عنديش حد في رجله في الملعب غير محمود. بنلعب فرقه تقيله زي المقصه وفرقه كويسه، فرقه عندها حلول وبتلعب كوره كويسه، وفرقه يعني محتاجه لعيبه خبرات في الملعب، يعني محتاجين لعيبه خبرات. فبالتالي غيرنا السيستم خالص وبدانا بحمدي زكي، وبعدين بعد كده حاولنا ان احنا يعني نعمل تعديلات في الشوط الثاني. الشوط الاولاني اول تلت ساعه احنا ما جيناش للاسف، يعني احنا اول تلت ساعه كنا وحشين. في بعد كبير جدا بين نص الملعب وبين الفراوده، وفي نفس الوقت كان في تمركز برضه، بعض التمركزات الخاطئه اسفرت عن هدف، كره غريبه جدا يعني مرفوعه من فدان ودخلت من فدان يعني. يعني التلت ساعه دي لو جبل فيها زي اللعيبه كده كنا اتغلبنا اثنين على الاقل. بالظبط بالظبط بالظبط. لكن الحمد لله ابو جبل كان متماسك في الفتره دي، كان هو الوحيد اللي كان صاحي يعني. فربنا كرمه وشال كورتين كده برضه كانوا صعبين شويه. بالاضافه ان الشوط الثاني طبعا بعد كده الثلث ساعه فاتت خلاص احنا تسيطرنا على الماتش من الدقيقه 25 تقريبا، احنا كنا افضل وكنا احسن، وصلنا للمرمى اكثر مره. في كور غريبه برضه ضاعت، يعني في كوره طلعت من فوق ومن جوه جول، في كوره لممض وحطها جت في بطن المدافع وهي رايحه جول. وبعدين الشوط الثاني تسيدناه بالكامل مع بعض التعديلات اللي عملناها، حققت لنا افضليه في نص ملعب من المقصه.
ضغطنا بشكل كبير جدا، ضيعنا في جون ضاع من حمدي زكي. انا مش يعني لغايه دلوقتي انا مش مصدق انه ضاع. غريب غريب يعني، جون غريب جدا. الكره يعني خلاص انا قلت جون يعني. الحمد لله لغايه لما ضربه الجزاء جت وتعادلنا، برضو بعد كده حاولنا بقدر الامكان ان احنا يعني نضغط جامد على فريق المقاصه، لكن ما يعني ما حققناش المكسب يعني. كنا نطمع ان احنا ناخد تتويج، لكن انا بقول الحمد لله وشكرا على كل حال يعني. طبعا اكيد يا كابتن، حضرتك عايز تكلمك كابتن شريف؟ اه كابتن طارق، ازيك؟ انا شريف عبد المنعم. يا كابتن طارق، كابتن شريف ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك. ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك يا فندم. بقول لك قعدت مع باشمهندس فرج واتفقت معاه على اي تدعيمات في الفتره اللي جايه دي؟ طبعا اتفقت. اثنين لعيبه جبنا، اثنين لعيبه خلاص جبنا يعني خلاص تعاقدنا مع لاعب شيخ احمد، وده منتخب السنغال كان لعب في كاس العالم تحت 23 سنه. جبنا امومو اللي هو انجوي، ده اللي هو لاعب نادي فيتا كلوب، لعيب كويس، لعيب خبره، لعيب دولي. وفي الطريق بقى ان شاء الله باذن الله في تدعيمات، لازم اثنين حراس مرمى، لان ما عنديش غير ابو جبل بس للاسف الشديد، ما فيش غير حارس مرمى واحد، ما فيش غير باك ليفت واحد مثلا، يعني عمليه صعبه جدا. هو اكيد المهندس فرج عامر كابتن طارق متفهم الموقف. لا الراجل ما عندوش، راجل الحمد لله بفضل اللي احنا بنقول عليه بيعمله صراحه يعني. احنا هو بياخد راينا في كل حاجه، وهو الراجل يعني متعاون بشكل كبير جدا جدا، كتر خيره يعني. واللي احنا بنستقر عليه الحقيقه بيعمله بشكل ايجابي يعني. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق في اختيارات اللعيبه. والله يا كابتن احنا بنتمنى لك كل التوفيق، ومقدرين ظروفك، واحنا يعني كل الفقره اللي احنا اتكلمنا فيها دي كانت سببها انت يعني. ما ينفعش هتيجي تمسك فرقه والعصا السحريه تبقى فجاه كده، وزي ما انت بتقول معظم القوام الاساسي بتاعك كان متعور، واحنا كلنا مقدرين المجهود اللي انت بتبذله في الفتره دي في اي فرقه بتمسكها الحقيقه. وانا من الناس المؤمنين بيك كمدرب 10 على 10 بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن شريف، ما تحرمش منك كابتن، وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نعمل باذن الله احسن، والمكسب يبقى حليفنا ان شاء الله باذن الله. والله يا كابتن كلنا متعاطفين مع حضرتك، وعارفين ان حضرتك اكيد مدرب عالي جدا، وان شاء الله كل لعيبه تنفذ فكرك، واكيد محتاج تدعيمات، وان شاء الله تجيبها كابتن ابراهيم عبد الصمد برضه يعني. كلنا بصراحه يعني بنتمنى لك التوفيق. هيمشي منكم يا كابتن ابراهيم. كابتن طارق بتقدم الحقيقه مستوى جيد جدا في اي فرقه بتمسكها. عايزك تبقى الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله الثقه دي تنقلها للعيبه، لان كل ما تبقى واثق من نفسك ومن شغلك ان شاء الله باذن الله اللعيبه هتبقى حواليك، وان شاء الله النتائج يعني. انت بتقدم مستوى جيد، النتائج بس مش خدماك، انما ان شاء الله باذن الله النتائج جايه ان شاء الله يا طارق. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. حلمش منكم كابتن، هي العمر يا كابتن طارق زي ما حضرتك قلت، هي الحل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وتاخدني معاك ان شاء الله. ان شاء الله توفيق يا كابتن، ما تتزعلش ان شاء الله، اكيد في خير جاي لك باذن الله. كابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحه، شكرا جدا. المشكله كابتن ميدو، المشكله ان مجالس الاداره بقت ما عندهاش صبر على المدربين، وده واضح بقى من اكتر من سنتين ثلاثه. بس الراجل بيقول مجالس الاداره عامر مديله كل الدعم، تمام واقف جنبه، يعني عايزين الدعم ده بقى يعني يستمر، يعني يستمر 6 7 8 مباريات، يستمر دور كامل، وبعد كده ابدا احاسب المدرب. لكن الشغل بالقطعة ده كل 3 4 مباريات صعب جدا، بيقلق المدرب وبيقلق اللعيبه. وخد بالك كابتن ابراهيم ممكن يعني استاذنا في الجزئيه دي، كل ما انا بغير مدرب كل ما بيحصل احباط للعيبه، يعني كل مدرب جاي بطريقه وبشكل واداء، وخد بالك. فانا عايز اقول صبرا مجالس اداره دي محتاجه حلقات بقى اداريا، محتاجين من مجالس الاداره يبقى عندهم صبر على المدربين. ولو نلاحظ ان احنا في الدوري الممتاز يمكن في اجهزه يا كابتن ابراهيم، دي السنه الثانيه على التوالي يعني، بتقدم زي مثلا المقاصه كابتن طلعت يوسف. لما بتيجي تتكلم في الموضوع ده كابتن مختار مختار في الانتاج الحربي، تاخد من تجربه دجله مثال لكلام حد بيتكلم فيه. دجله يمكن كمان صبرا على الراجل بصراحه، اللي بيقدم بشكل مميز والله بيقدم بيخسر لكن مسام يعني عنده ثبات وعنده شخصيه فرضها على المجلس في ادائه، واضح الاداء على اللعيبه بشكل احترافي بشكل جيد. لكن النهارده الفرق اللي هي عندها ثبات زي الانتاج الحربي الكابتن مختار بيقدم يعني موسم الثاني على التوالي، في ثبات في التشكيل، في الاداء، في الكره الحلوه اللي بيلعبوها المقاصه الكابتن طلعت يوسف. يعني حتى كمان يمكن الداخليه عامله شغل مع علاء عبد العال، من ضمن الكيمياء اللي ماشيه مع بعض. النجوم زي ما قلنا كمان وادي دجله
عامله شغل مميز نتيجه ان ثقه المجلس في المدرب ان هو قدر من خلال اكتر من شهرين يا كابتن ابراهيم او ثلاثه قدر يبقى في شكل للفرقه وفي تنظيم وفي كوره كمان بتعتبر من احلى الكرات اللي بنلعبها في الدوري الممتاز. لكن اداريا محتاجه حلقات يا كابتن ميدو نقدر نتكلم في الجزئيه دي. احنا بنقعد نقول ولا بلاش؟ لا هي بص تاكيدا لكلام بصراحه من الكلام ده لا تاكيدا لكلام الكابتن ماهر كل ما المدرب يبقى عنده وقت بيقدر يعرف قدرات اللعيبه ده بيلعب بالزبط. فين ده بيعمل فين بيحفظهم الجمل الحاجات الثابته بتفرق معاه الحاجات الوقت بيفرق مع المدرب جدا 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 تحفيز طرق اللعب الهجمات بتبقى منين يلعب زون ديفنس ولا يلعب ضغط يا كابتن مدربين بقالهم 40 سنه كابتن ابراهيم يعرف قدرات لعيبته بقالهم 40 سنه كابتن ابراهيم بجد والله العظيم الناس دول اللي بتسمعنا يعني خلينا اكلمك بلسانهم في مدربين بقالهم 40 سنه و30 سنه هل 30 سنه و20 سنه و10 سنين مش وقت كافي ميدو المدرب الكويس اللي يعرف يدور فرقته يعني زي نادي الزمالك كده لعيب كان بيلعب قدام بقى باك ليفت وبقى من احسن لعيب في الملعب عبد الله جمعه اسمه ايه عبد الله جمعه ده المدرب ده اللي يقدر يشغلي يشوف عيني كده الراجل ده انا محتاجه في الانطلاق عبد الله جمعه اتقتل في المركز ده يا كابتن شريف انا مش عايز اتكلم اصلا يعني لا هو بس ثانيه واحده بقى انا مع ميدو الحقيقه لا عبد الله جمعه اصل عبد الله جمعه عبد الله جمعه ده في نص الملعب لا امكانياته في نص الملعب لانه كان معايا في منتخب القاهره لما سافرنا اليابان الولد ده امكانياته في نص الملعب هايله تصويباته يا كابتن ابراهيم انا مؤثره جدا هو جوكر يا كابتن ابراهيم جوكر ايوه انا جوكر ماشي انا بكلمك في انا بكلمك في نقطه انا كمدرب جميل قوي اقدر استخدمه وانا عندي نقص ودايما ميدو بيقول انا استخدمه كباك ليفت وعامل لي حاله عرضيات واهداف وحاجه زي الفل لما هو في الماتش اقول لك على حاجه اتفرجت عليه في الماتش بتاع افريقيا لا هايل بيعمل الشيب حتى لا. هو ماشي كده بقت عاده عنده ان الناس يقدر يوصل كهرباء يوصل الناس اللي معاه خلاص قدرت استخدم لعيب لان في بديل ليه في زي كهرباء ده مثلا موجود وعندي كل عدديه في واقدر اغير كهرباء واطلعه وانزل ناس والعب 3 4 3 انا بتكلم على اللعيبه زي دي المدرب لما بيبقى عنده لعيب ويقدر يقراه يقدر بسرعه يخش جوه امكانيات لعيبته هو ده بس المدرب الجيد ان انت لا هو كمان أنا كل معاك. انا معاك احنا يعني فرقنا. هي دي بس انما انا مرانه واعمله وانا مش ماسكه في اول السيزون وجاي وعندي اصابات وعندي داخليات وعندي داخل عليا يناير والناس كلها بتاخد مني والناس كلها عايزاني ادي بس هي دي نفس الحته النقطه اللي اتكلمت فيها دي الحته اللي الفراغ والاكسجين بتاع المدرب يقعد كده ويصلي الجمعه زي ما انا بقول لك ويقعد يشوف لعيبته شكلها ايه يقول لك انا النهارده هعمل التحويره المدرب هقعد هعمل التحويره اللي قبل ما كانش شايفها مع ميدو ما هو لازم انت تبقى عندك طفره غير اللي كان موجود قبلك اتكلمت في النقطه مهمه مش عايز اعديها ان انا يبقى عندي لعيبه واستخدمهم طيب. لكن هو عبد الله طبعا فوق احسن بكتير جدا لكن انا عندي لعيبه قايمين بالدور بتاعه فوق وعندي لعيبه مكسره مش هقول مكسره عندي كله في المركز الباك ليفت في الزمالك تحديدا فهو استخدم عبد الله في المركز ده وافاده اكتر من لعيبه في مكانه بدل ما يقعد بره مش هيلعب عبد الله جمعه كنا بننزله في انبيا كابتن شريف وكنا بنقعد نتفرج عليه والله العظيم طب بيلعب دلوقتي ولا ما بيلعبش؟ لا عنده خط طويل يقدر يأدي في الهاف ليفت وهو جاي هي ميزه ويأدي من على الاطراف ويأدي ويروح يجيب جول جميل قوي جميل عنده قوي بيستخدمه استخدمه بقى بيلعب ستاندنج ولا ما بيلعبش؟ يقدر يتبص له المنتخب مصر كمان يعني ده الحكايه زي ما انت النهارده عندك ايمن اشرف انا تدخله جوه وتقدر تطلعه بره فهمت وجهه نظرك انا المدرب هنا ده اللي بيفرق يا كابتن ابراهيم ازاي انا بعيني استخدم الناس مستشفى النادي الاهلي ما كانش المدرب اللي جاي ده شايف يقدر يدور اللعيبه دي كلها جواكر معاه ويستخدمها في اي اماكن اشمعنى ما سقفناش لندفيد لما بقى بكرايت وعامل الحاله وتتتتتت وبيلعب العرضيات كل لازم نسقف سقفنا لازم نسقف في نقطه كمان اللي ما سقفناش ناصر ماهر ليه لازم نسقف ما دي الطفره اللي حصلت يا ماهر في النادي الاهلي هي دي هو ده المدرب الكويس ده المدرب اللي يقدر يدور نفسه في الحاله اللي هو فيها عشان كده انا يعني جبت ليه طارق يحيى مثلا لانه بيتضرب ببنيات خدت بالك وماتش بقت ملاكمه بالنسبه له الفرقه اللي بيمسكها الفرقه دي بتاخد منه بونت والفرقه دي بتضربه والفرقه دي مش عارف يلحق هو يعمل لنفسه السيناريو اخد من كلامك كابتن شريف كابتن ابراهيم انك انت كل المدربين الموجودين في الدوري الممتاز بيحللوا الفرق ها خد بالك يعني انا هلاعب النهارده المقصه هيلاعب سموحه فانا بحلل انا كمدير حلل ايه يا كابتن بحلل الفرق بارقامها وباسمائها وبعرف عشان كده خد بالك مش مشكله على طارق يحيى ان هو يخش محطه تانية لان هو قابل الفرقه دي قبل كده قابل سموحه
قابلها مره ومرتين وثلاثه في امتياز لعلي ماهر النهارده. لو قلت لك قلت لي هتجي اوصلك وقدر ان هو طيبها في امتياز لعلي ماهر النهارده في قرايه الخصم اللي هو بيتكلم عليه ماهر. يعني برضك نفس الكلام لان علي ماهر برضك. طب نطلع فاصل ونريح شويه ونرجع تاني. انت دايما بتهرب من المسؤوليه. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع نجوم الاستوديو التحليل في تحليل مباراه الدوري واكيد هنتكلم عن مباراه الاهلي وجيما الاثيوبي غدا ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في تحليل المباراتي الدوري العام اللي لعبت النهارده، واكيد هنتكلم عن ماتش الاهلي وجيما الاثيوبي بعد ما نتكلم عن ماتش بيراميدز النهارده. كابتن، يعني بيراميدز اتعادل مع انبي، علي ماهر اول نقطه بيحصدها مع انبي، اكيد بدايه لسه برضو حضرتك بتقول لسه مش ماسكين عصا سحريه، مش ماسكين. كنت عايز تتكلم على هذه المباراه تحديدا، انا عشان كده بدات بيك. انا عاجبني الامكانيات اللي هي بتواجه امكانيات اكبر منها. مدرب لسه ماسك فرقه وبيلملم اوراقه وبيخش على فريق صاحب امكانيات كبيره جدا، فلوس كتيره جدا، حتى الحكم هم اللي جايبينه. دي قصه برضو لطيفه جدا انك انت تبقى بتلعب وحاسس انك انت الشيء اللي انت بتلعبه ده حاجه واقفه كده على حيلها، فتقرا كويس وتعرف ان الباك رايت بتاعه بكار حقك تجيب الحاجه اللي انت عايزه لو المباراه بتاعتك. يعني ما هو كمان النهارده الحظ كمان ما كانش حابب اكلمك في الحكم ده، بس انا اللي عجبني في علي ماهر حتى بياخد الحكام اللي هم بيلعبوا بره. انا علي ماهر النهارده حسيت ان هو ند، حسيت اي نعم في 11 كورنر لفرقه بيراميدز وكورنر واحد لامبي، انما في تواجد، في سرقه اهداف، في سرقه مكانه جوه الملعب، في استفزاز للفرقه الكبيره اللي هي بتلعبني، وحصلت حاله عصبيه خلت الماتش عصبي جدا. انا حسيت ان انا بتفرج يعني اتشديت معاهم، الماتش اتشد والحكم شدنا كلنا، صفاره. حسيت ان الماتش ده الساعه ونص او 95 دقيقه دول بقوا 45 دقيقه بس، مش اكتر من كده. بس هو بيصفر على الفاضي ولا كان في حالات فعلا ما هو في حالات تستحق الصفاره؟ لا ما اعرفش صغر سن الحكم او حاجه زي كده، يمكن الخبرات اللي بتبقى موجوده ساعات في الملاعب تقدر تمشي اللعب. بنتفرج على حكام كتير قوي عندهم الحنكه ان هم هنا يقدر يدي ويدي الادفانتج ولا ما يديش، ولا يعني يقدر يكيف لك الامور ان هي ما تبقاش عصبيه جدا وتبقى الكوره دايما داخل الملعب مش خارج الملعب. فانا مبسوط من علي ماهر النهارده بهذه النديه. طب احنا معانا كابتن محمد عبد الكريم مدرب العام نادي انبي. كابتن محمد اهلا بيك. شوف الطرد النهارده الاخر ولا جراله ايه؟ احنا هنشوف مين اللي طرد بالظبط. طرد عبد الكريم النهارده طرد ليك والكابتن شريف والكابتن ماهر والكابتن ابراهيم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن شريف. عايزين نعرف مين اللي طرد النهارده يا كابتن. مين اللي طرد النهارده يا كابتن محمد؟ انا وكابتن علي حبينا نعمل حاجه كده، ما انا ما اعرفش والله، والحكم كان غريب قوي النهارده. هو فعلا انتوا الاثنين اتطردتوا يا كابتن؟ لا لا لا، هو واحد فينا اتطرد الكابتن علي. يعني انا اصلا لما جه طرد فهو كان قاصد كابتن علي ولا كان قاصدني، فكابتن علي طلع، فبعد كده قلت له لا انا اللي هطرد يعني. واحنا شكل بعض ما فيهاش حاجه. هو حب يشيل المسؤوليه عن علي، فالحكم راح مرجعه ومودي ضحى عبد الكريم. فبعد كده انا طلعت راح راجع تاني، راح طرد الكابتن علي وانا فضلت في الملعب. لكن مباراة كابتن محمد أددوها بمنتهى البراعة، إدارة فنية رائعة جدا النهاردة لعلي ماهر ولحضرتك طبعا نقطة، أعتقد إنها نقطة مهمة جدا ليكوا كجهاز فني قبل ما تكون لنادي إنبي. طبعا أكيد حميد حملاعب فرقة محترمة معاه جهاز فني. وأنتوا فرقة محترمة وجهاز فني عالي جدا يا كابتن محمد على فكرة. الله يخليك يا كابتن حميد، حملاعب برضه فرقة كويسة، وأنت عارف إنبي ده مش مكانة إنبي. أكيد. يعني ده مش مكانة إنبي، مش ده وضع إنبي. أنت أكيد لعبت في إنبي وإنبي كانت الفرقة كلها بتخاف منها بما فيهم أهلي وزمالك. أكيد. فإحنا الحمد لله قدرنا ندرس فرقة بيراميدز كويس، قفلنا على مفتاح اللعبة بتاعتها على الأطراف. ولان هم دايما بيستغلوا كينو، بيستغلوا محمد فاروق، بيستغلوا رجب بكار ومحمد حمدي. نفعنا النهارده ان احنا برضو لعبنا بيراميدز قبل كده واحنا في سموحه، وكنا قريبين للمكسب، كنا 1-1 ومضيعين ضربه جزاء. فدرسنا فرقه كويس قوي. كل حاجه طبعا
طلبناها من اللعيبه النهارده. انا بشكر اللعيبه على الاداء والروح دي. التنظيم الجيد للفرقه صعب قوي النهارده يدخل فينا جون غير مثلا بخطا، والنهارده هو ده حصل. لو لو بعد ما اتلعبت لو رؤى بس راح خطوه قبل فاروق كان طلعها بالظبط. فهي دي النقطه. فبنقول الحمد لله على بونت. البونت دايما بيساعد اكيد، بيعليك بيمشيك بس ببطء اكيد اكيد. فالحمد لله الحمد لله النهارده على الاداء، وبشكر اللعيبه. واللي جاي لام بي احسن. كابتن حميد لما مرن اللعيبه 10 تمارين غير ما مرنهم 20 غير ما مرنهم، دايما اللعيبه بتعلى كل ما بتاخد تمارين معانا، لان طريقه لعبنا كده اكيد. النهارده احنا دايما بنعود لعبتنا من ايام ما كنا شغالين في الاسيوط ان احنا نكسب واحد واثنين وثلاثه. احنا جهاز بقياده كابتن علي بيحب الاجوان كتير، بيحب نجيب جوان. فبقول الحمد لله واللي جاي لاحسن لام بي. لكن كان في تراجع بعد الهدف يا كابتن محمد. ايوه دي نقطه بنحاول يا كابتن حميد نشتغل عليها. انا حاسس ان انتوا عايزين تاخدوا اي ثقه تدوها للعيبه، حتى لو هندفع معظم المباراه، لكن عايز اطلع باي مكسب باي حاجه ايجابيه. احنا ما طلبناش منهم كده يا كابتن حميد. هقول لك بنطلب منهم ان احنا نجيب جون واثنين وثلاثه. عارف انت الحته دي اصلا عند اللعيبه نفسيه، لما بيجيبوا جون خايفين يتعادلوا فبيتراجعوا هم من نفسهم. لكن احنا بدليل النهارده لو احنا كنا قلنا لهم كده كنا تغييراتنا كانت تبقى دفاعيه. احنا النهارده تغييراتنا لا، انا عارف تفكيركم، وكنا بنتكلم عليكم كتير جدا. احنا هنا في قناه الاهلي على تجربتك مع الاسيوطي مع الكابتن علي كانت حاجه جميله جدا يعني، ومتفائل خير مع انبي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن حميد، وان شاء الله اللي جاي لانبي احسن ان شاء الله. اكيد اكيد يا كابتن. الماتش الجاي مع مين ان شاء الله؟ عندنا كان الاهلي متقدم، عندنا بتروجيت في الكاف يوم 2-1، وبعد كده عندنا الجيش في الدوري. مباريات صعبة برضه يا كابتن محمد. الدوري صعب، الدوري صعب جدا. ولا هتقدر تقول مين البطل، ولا هتقدر تقول مين اللي هينزل دلوقتي. فانت عندنا من الاخير النادي الاسماعيلي لينا لبتروجيت لحد العاشر او 11، لو كسبت ماتشين بتلاقي نفسك في حته ثانيه خالص. اكيد في تدعيمات اكيد في تدعيمات اتفق عليها كابتن علي ماهر مع اداره نادي انبي. طبعا ده اكيد اكيد. في دايما الكابتن علي بيتكلم على الاداره، والاداره الصراحه مش متاخره. انت اداره محتاجه لعيبه، اداره محترمه جدا، فكلهم واقفين في ظهر الجهاز وظهر الفرقه. ففي تدعيمات ان شاء الله في خلال يومين ثلاثه هتكون الامور كلها خلصت ويتم الاعلان عنها. محتاجين كم لاعب يا كابتن محمد؟ مش اقل من خمس ست لعيبه. يعني كل التوفيق ليك وكل التوفيق للكابتن علي ماهر والانبي. اكيد انت عارف انا بحب انبي قد ايه. ان شاء الله ترجعوا انبي للمكانه الطبيعيه بتاعتها. كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام نادي انبي، شكرا جدا على هذه المداخله. اتكلم نفس الكلام اللي كنت بتتكلمه. دارسين بيراميدز كويس، فرقه الاطراف هو بكباتن استعملوا ذكائهم شويه. يعني انا شايف ان انبي وعلي ماهر والجهاز استعملوا ذكائهم بالذات في الشوط الثاني. يعني انت قلت كلمتين، بعد الهدف تراجعوا، تراجعوا بس بذكاء. طبعا واضح ان بيراميدز بيتمتعوا بقدرات مهاريه هايله، كل اللعيبه بيقدروا يستغلوا كل المساحات. لو سبت لهم مساحات هيتفوقوا عليك مهاريا. هم قفلوا لهم الجناب لان هم بيتميزوا بالشغل على الجناب، بيتميزوا بالمهاره، فضيقوا لهم المساحات في نص ملعب ولعبوا نص ملعب في الشوط الثاني عشان ما يقدروش يستغلوا المساحات انهم يقدروا يسجلوا اهداف. لعبوها بذكاء. وطبعا هم زي ما قال الكابتن محمد عبد الكريم، هم درسوهم كويس عشان كده قدروا يطلعوا ببونت منهم يعني. تمام، نقطة مهمة. نادي الإنبي مع علي ماهر، وإن شاء الله يرجعوا إنبي. علي ماهر مدرب فني على المستوى الشخصي كمان ومستوى كمان التدريبي، شاطر جدا. تعالوا نتكلم بقى عن مباراة الأهلي وجيما لأن الوقت بيجري بينا يا كابتن ماهر. اتفضل يا كابتن. مباراة مهمة جدا بكرة، اتكلمنا عليها امبارح واتكلمنا عليها أول امبارح، الجماهير مستنيين نتكلم عليها كل يوم لغاية بكرة إن شاء الله الساعة 3 إن شاء الله. هنكون معاكم من الساعة 1 بكرة بعد الظهر على طول لتغطيه هذه المباراه الهامه جدا. كابتن ماهر، المباراه الحلول اللي في ايد محمد يوسف، حسام عاشور مش هيلعب، اعتقد ان هو مش هيلعب بشكل كبير، لكن في ازارو موجود، في علي معلول، في احمد فتحي، في عناصر كتير ممكن يستغل علي معلول، ممكن يستغل احمد فتحي. اتكلمنا مع حضرتك امبارح في الموضوع ده برضو. قول لي اسلحه محمد يوسف لاقتناص هذه المباراه. هو طبعا المباراه الاولى مكسب 2-0 يعني نتيجه تعتبر من النتائج اللي ممكن تطمن النادي الاهلي، لكن ظروف الاجواء في اثيوبيا ميدو، كلنا يمكن لعبنا في اثيوبيا وفي الاكسجين اللي في منتهى الصعوبه والارتفاع
ولازم تروح قبلها باسبوع او تروح قبلها بيوم. لكن الفتره كويسه اللي هم راحوها الفتره كانت كويسه بالنسبه لمحمد يوسف. الجانب الاداري كمان اتنظم بشكل جيد والجو مش حر كمان وحته الملاعب والتدريبات اتعملت بشكل يعني جيد يساعد ويدي ثقه للاعبتنا ان احنا محتاجين ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان احنا نعود بمكسب من خلال هذه المباراه. فنيا زي ما انت قلت ميدو ان عوده معلول وعوده احمد فتحي يمكن بتدينا ثقه بشكل كبير جدا. لكن هنا السؤال، هل عوده معلول واحمد فتحي هتخلي محمد يوسف ان هو يبدا من خلال التشكيله خلي يدفع كابتن ابراهيم بقى يجاوب على السؤال يدفع بالاثنين اللعيبه اللي هم بيمثلوا لنا خبره كبيره جدا واتزان يمكن في الفرقه وفي الخطوط اذا كانت الدفاعيه او الهجوميه؟ هي انا 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 متهيألي صعب يغامر بيهم في البدايه وانا معاك على اساس اولا برضو ما ننساش مستوى الفرقه مش قوي جدا، الدفاع بتاعهم ضعيف جدا. احنا لو كنا سجلنا الاهداف اللي ضاعت في المباراه الاولانيه كنا بقينا كنا كسبنا 5 أو 6 أو 6 واحنا مرتاحين جدا بالزبط. فهي حته تضيع الاهداف دي هي اللي زنقتنا طبعا. اثنين مش كفايه انما انا رايي ادم قلت على احمد فتحي وعلي معلول، انا لو كان محمد يوسف انا ما اقدرش اغامر بيهم في البدايه على اساس لسه طالعين من اصابه، ما اقدرش ادخلهم في المعترك الافريقي بدري قوي، ممكن مش جاهزين بدنيا. ممكن استخدمهم في النص الثاني من المباراه على حسب سير المباراه. انما كبدايه لازم ابتدي باللعيبه اللي كانت عندي المجموعه اللي كسبنا بيها في القاهره نبتدي بيها زي ما هي. اكيد كابتن شريف ايه رايك؟ نفس الشكل طبعا، انا كنت قاعد معاهم في اخر التمرين في الملعب وكنت شايف ان هي عمليه تكمله بالنسبه للسفر، يعني انت مسافر بثلاث حراس مرمى والرفع الروح المعنويه برضه الرفع الروح المعنويه. وفتحي طبعا هو بيبقى عارف حالته وشكلها ايه وامتى بيقدر يعمل الفول باور بتاعه. وبالنسبه لعلي معلول بنقول له الحمد لله على السلامه وان هو ممكن برضه يبقى موجود من ضمن البدلاء هيبقى موجود وبتدي دفعه زي ما انت قلت للعيبه كمان ان معاهم لعيبة كبيرة معاهم بدلاء على الخط فرق قام أساسي كله بالزبط. وهم احنا واحدة واحدة كلنا الحقيقة وفي ما شاء الله ناس زي كريم نيدفيد وأشرف ومحمد هاني وعمرو سولية وناصر ماهر ومروان محسن. الناس دي أزارو أزارو طبعا راجع كمان يعني. فالناس دي عاملة حالة، أنا بتكلم عن المتميزين بقى بصراحة اللي هم اليومين دول عاملين شكل بالنسبه لنا. على اكتمال الكور الاهلاوي اكتمال النقل الحركه والسرعات والتحركات الناس دي شالت الفرقه في الفتره اللي فاتت الحقيقه وترجمت. دخل معاهم محمد شريف شويه كمان في ماتشات من احد الماتشات الدوري عمل حركه شويه في منطقه الجزاء وعمل عرضيات وخلى من مروان محسن ان هو يقدر يعود تاني لعيب كويس لغه التهديف موعود وعايز ياخد كتير يعني مش ما ينفعش يلعب شويه يقعد شويه يلعب شويه. فهي الحكايه بقت كومبيتيشن في مصلحه التيم كله بالظبط يعني منافسه كل الفرق موجوده تطمني لما تقول لي وكمان الاجوال كمان موجودين شريف الحمد لله الشناوي علي لطفي رجع وكله. تفتكر هيلعب مين بكره في الاجوان يا كابتن شريف؟ هيلعب هيدي لعلي لطفي يكمل بيه ولا هيدي لشريف اكرامي اللي كان في المباراه الاولى ولا هيدي لمحمد الشناوي اللي هو الحارس اللي كان اساسي الفتره الصعبه؟ هو انت حاسس ان انت في ازمه بكره؟ ده انا بسالك. لو هو حاسس ان الحكايه صعبه عليه بكره او في الاكسجين او في ارتفاع سطح البحر ده ملعب. اعتقد ان هو بقى محتاج واحد بياخد اللي بيلم الحاجات اللي هي كلها موجوده في ال 18 ودي من سمه محمد الشناوي ما اعرفش يعني. انا حاسس ان هو ممكن فاكر المباراه اللي فاتت لما قلت لك في عداله في التشكيل طبعا دي بتخلي محمد يوسف لما تدي عداله في التشكيل ان هو اللي يلعب ياخد اللي هيأدي كويس بياخد باختلاف بقى النجوم والاسماء وهو مش هيقدر يخرج بره الاطار اللي هو شغال بيه بالظبط. يعني ما يبقاش عندي لاعب مقيد افريقيا وهو بيلعب في الدوري وعاملين انتاج وما اقدرش ما اكملش معاه لازم اكمل معاه لان البديل الجيد مصاب يا كابتن. وعلي لطفي كمان ادى بطريقه جيده بالزبط. جدا في الماتش الاخراني انا رايي ان نديله الثقه بحيث برضه يعني شريف كان في المكسب شريف طالع من المستشفى يعني لسه طالع من اصابه برضه شريف وكان بيتعالج يعني وبيبدا ملحقش يعني. في التاهيل بتاعه برضه يعني شهور كمان لا يبقى موجود فبعيد يعني عنده انكر رجل. انا رايي ان علي لطفي يديله الماتش ده يزود الثقه ويدي دافع ولا يبقى حمل عليه يا كابتن ويدي دافع للجونين التانيين برضه ان في حد بيخلي يبقى حمل عليه شويه
يبقى لا والله انا مش شايف حارس جيد ولازم ياخد فرصته. الراجل الشناوي ده برضو هرم برضو مش سهل يعني، بس طالع من اصابه يعني، انا بقلق انه طالع من اصابه وندخله في المعترك الافريقي، بس انا بقلق. انت كمدرب الجون لما بيرجع من اصابه بيبقى زي اللعيب يعني زي احمد فتحي كده، مش هيعمل المجهود اللي انت بتتكلم عنه زي اللاعب اللي هو في جوه الملعب، انما هو يقدر بالتمرينات اللي معاه واللي بيكرر. بيني وبينك المدرب بتاع حراسه المرمى احنا بنحاول نوصل، بنحاول نبتعد. انا شايف ان محمد الشناوي انسب واحد للمباراه دي. هو بس محمد، انا خلينا نتعامل بدماغ محمد يوسف. ممكن يدي لشريف اكرامي بحيث ان شريف لعب المباراه الاولى فعارف الدنيا شويه. دي ترجع لشريف بقى ايه حالته، اخبارها ايه، ضمه دي اخبارها ايه وكده. بالظبط بالظبط. ضمه كمان اللي هيخدم النادي الاهلي بكره كباتن ان درجه الحراره مش عاليه، يعني ما راحوش اثيوبيا والدنيا حر، اللي كان في مطر بيبقى بيفرق كتير. ان الجو برد جدا وارضيه الملعب يا كابتن. الارض احنا ما هنا في مصر يا كابتن، يعني يا رب تكون بس غير على ايامنا احنا اتظبطت شويه يعني. لا اكيد في تقدم في يعني تقدم في البنيه التحتيه بتاعت اثيوبيا يعني، مش للدرجه دي. لا باين النجيل اهو اللي الملعب الفايع اللي بيتمرن عليه النجيل يعني، ده مش البلاد اللي بيدي فيها ميه 24. الملعب الرئيسي ده، الملعب الرئيسي اللي هو ده اللي لعبنا عليه السوبر افريقي. طب انا شايف لونه اخضر اهو جميل يعني، ده لعبنا عليه ماشي اهي. كان مستر مانو جوزيه ممكن يلعب بكره، مستر مانو جوزيه لما دخل الملعب قال لهم هم اكيد في كاميرا خفيه عاملها لنا هنا، ده اكيد مش الملعب، اكيد عدى دلوقتي في ملعب. هو هيلعبوا 8 8 ايه؟ لا لا كان الملعب صغير، الموضوع كان صعب جدا، لكن الحمد لله الاجواء بكره مش هتبقى حر قوي. انا عايز اقول حاجه يا ميدو كابتن ابراهيم شريف، لو احنا في طريقه 4 2 3 1 يعني لازم نفكر لو محمد يوسف هيلعب بنفس الطريقه اللي احنا فكرته ليه؟ فكرته ليه يا كابتن ماهر؟ وممكن نلعب بطريقه 4 4 2 او 4 4 1 1 او 4. انا عديت عديت المحللين حقيقي يعني. فكرته ليه دلوقتي؟ عندنا مشكله في حته لو كريم نيدفيد لعب يعني بالرباعي اللي بدا بيه محمد يوسف، كريم نيدفيد ومحمد هاني وكوليبالي وايمن اشرف، هيبقى احنا عندنا بس يمكن حسام عاشور مش موجود في الحته بتاعت نص الملعب السوليه. مين ممكن يكون موجود مكان حسام عاشور؟ عندك هشام. هشام هشام. وبعدين الثلاثي الامامي بقى الهجومي هيبقى ناصر ماهر، وعندنا حمودي، وعندنا محمد شريف. ليه شريف؟ شريف وحمودي جاهز. ممكن حمودي، ممكن حمودي جاهز. حمودي او ميدو جابر من الاثنين، وبعدين مروان محسن بقى كويس في الماتشات. لو لعبنا كابتن ابراهيم بطريقه 4 4 2 برضك بنقول ان احنا محتاجين راس الحربه بسرعه ازارو. انت عندك ازارو ومروان، هم دول اللي عندك. اللي بيقول ماهر ده بقى في نفس الوقت واحنا بندافع هيبقى في مساحات خلف ظهر جيما بشكل كبير جدا، نقدر استغلها في الحاجات اللي فيها كونتر اتاك. 4 4 2 دي اللي هو انت بتضغط على الفرقه دي. ده لو كابتن محمد يوسف والله يعني ما تقوليش انا خلاص انا كابتن بعض التفكيرات يا كابتن ابراهيم اللي ممكن تكون في ذهن محمد يوسف. لا هو طبعا زي ما بيقول شريف، طبعا احنا مش هنقول لك رايك ايه يا كابتن شريف. لا لا انت رايك شهادتك مجروحه. لا رايك معروف. الماتش بتاع بكره لازم العب مهاجم من اول الماتش. مهاجم طبعا لازم العب. هتهاجم بقى هتهاجم بمروان محسن لوحده؟ لا واحد تحت واحد. انا بقول واحد تحت واحد يعني ناصر ماهر ومروان محسن يعني ناصر ماهر تحتيه يعني ما يبقاش انا ما يبقاش عندنا بديل على الدكه ازارو ومروان محسن واقف اتفرج لسه ما الهجوم نص ملعب الخصم يعني ما العبش نص ملعبي لا العب في نص ملعب الخصم كده شريف اكرامي اللي هيقعد العب ضاغط عليهم لان انا خط الدفاع بتاعهم قليل جدا ومن السهل الضغط عليه ممكن ان انت تاذيهم في بدايه الماتش وتغير سير المباراه بالنسبه ليهم خالص بحيث يهاجموك المساحات تبتدي وراهم تبقى موجوده نقدر نستغلها من على الاطراف وخاصه عندنا كريم نيدفيد بيقدر يطلع وبيكمل في الناحيه اليمين وعندنا ايمن اشرف بيطلع من ناحيه الشمال يعني البدايه هي اللي هتحدد سير المباراه. انا رايي ان احنا نلعب ضغط في نص ملعبهم علشان يعني 4 2 3 1 يا كابتن. لا زي ما انت قلت 4 4 1 1 زي ما انت قلت بحيث يبقى في الجنب اليمين في ثلاث لعيبه ممكن نستغلهم
في الجمل الخططيه اللي بنعملها من ناحيه اليمين، في ثلاثه برضه هيبقوا من ناحيه الشمال نقدر نستغلهم في الجمل الخططيه من ناحيه الشمال، بحيث نقدر ضغطينهم في نص ملعب. البدايه هي اللي هتحدد سير المباراه، انما لو لعبت نص ملعب هتجرأهم عليك بحيث يقدروا يضغطوك. وطبعا الضغط ساعه ونص صعب علينا يعني، انما لازم تفاجئهم ان انت تلعب في نص ملعبهم يعني. ده هم كابتن لما تيجي تشوف هم بيتميزوا بايه؟ باتنين فراوده بيعملوا شيفتات وسويتشات من قدام وبيعملوا لهم الكره العاليه، انما ما عندهمش اي حاجه ثانيه غير السرعات. وراجل في نص الملعب عنده فوتبولر شويه كده، استحواذ انا مش عارف اسمه ايه، انما هو الوحيد اللي بيقدر بيعمل الكور ويشوف الفيرود بتاعه بيتقدم ازاي من على الاطراف في العمق. فالحاله دي لازم انت بتعمل الاثنين اللي في النص، بس في نفس الشكل احنا ما ندهمش الفرصه دي، لازم انا ابقى ضاغط زي ما حضرتك اتكلمت كده من اثنين من قدام، يعني لو ازار ومروان محسن وثلاثه قدام واثنين خلاص يعني 4-4-2 ايه 4-4-2 زي ما قال مال مع تدويره الاربعه دول. مين الاربعه اللي في نص الملعب؟ اربعه في نص الملعب عندك ناصر عمرو السوليه وحمودي وناصر ماهر وناصر ماهر ومحمد شريف. لا كده خمسه دي اربعه تاني عمرو السوليه وهشام وهشام محمد وشريف وحمودي محمد. لا وشريف وناصر بتلعب 4-2-3-1 لو عملت هشام محمد ليه؟ ما هو هتبقى يبقى سوليه وهشام محمد اتنين. ايوه اتنين على الدايره هيبقى 4-2-3-1 ليه يا حبيب قلبي؟ ما هو اتنين ديفندرات واتنين هفاط جنبهم واتنين فراوده اتنين فراوده ناصر ماهر ناحيه اليمين ومحمد شريف ناحيه الشمال كده شريف. لا انا ناصر ماهر ده مش عايز اشيله من النص اربعه. ما هو ناصر ماهر تديله حريه حركه، ده بلاي ميكر ونقل للحركه وكل حاجه، هو ليه حريه التخلف والكوره معاك يا كابتن. يبقى هو مكان هشام وخدت بالك ليه؟ طيب ما انا هقول لك هشام والكوره معاك، ناصر ماهر بيبقى تحت الفرودين ياخد حريه حركه، ومحمد شريف يفتح على الاطراف. ده فكر مقبول طبعا، ندفد يفتح على الاطراف. اللي انت بتقوله ده فكر مقبول، انا بقوله بقى حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه انا بهت الفرقه دي من الاول، بقول لهم انا نادي الاهلي يعني عندي مروان نخطف جون والتاني، قصه ان انا العب باثنين فراوده وما يبقاش عندي فرود تحت احتياطي، لا الكارثه دي مرفوضه تماما. انا بخلص الماتش، انا برضو محتاج جون بكره عشان نخلص الماتش. عشان كده انا بقول نلعب في نص ملعبهم البدايه، لازم العب اضغط عليهم في نص ملعبهم من بدايه المباراه. وعشان كده ان الاطراف بتاعتك لو اشتغلت يمين او شمال وعملت عرضيه الاقي اثنين، واحد بيروح لها القريبه والتاني هو اللي بيستفيد. ده الروتين يا جماعه اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه، ده الروتين في النادي الاهلي، وده المتعرف عليه. اللعيبه الصغيره بيشيلوا زي ما انتم شفتوا كده الرواشق، علي معلول ده بره ده ماسك كلب فيه، والحاجات بتاعه التمرينات محمد هاني كان وشريف، وكان قبلهم كريم ندفد اعتقد، ده المتعرف عليه. انت بات الامر ان انت عندك محمد هاني وسليف، محمد هاني وسليف وندفد واشرف وندفد بالظبط. على فكره ده فكر المحترفين، على فكره اللعيبه الصغيره اللي بيبقوا في الفرقه اي فرقه، يعني واحنا درسات تدريب في انجلترا من زمان، وحمودة اللعيبه الصغيره هي اللي بتشيل، واحنا اتفرجنا على فرق في انجلترا اللعيبه الصغيره اللي هي سيمي بروفيشنال، هم اللي بيشيلوا الادوات، هم اللي بيحضروا الحديد، هم اللي بيحضروا كذا. زمايلنا وحبايبنا ده فكر احترافي. الله يرحمه حنفي بقى، الله يرحمه احسن اليه، الله يرحمه احسن اليه طبعا. عم حنفي طبعا لازم نفتكره طالما بنجيب سيره زمايلنا وحبايبنا. رحمه ونور عليه يا رب يا رب يا رب. وده مروان اهو كمان. لكن الحاله الكويسه يا كابتن ابراهيم ان احنا عندنا بقى حاله هجوميه واضحه قوي، عوده مروان محسن بشكل جيد ادت ثقه لهجوم النادي الاهلي. ناصر ماهر طبعا والهدف اللي سجله في المباراه الاولى كمان يمكن ادى ثقه لناصر، انه كان محتاج انه يلعب، محتاج مباريات، ومن خلال المباراه بدات ترجع ثقه ناصر ماهر. التحركات اللي شفناها من كريم ندفد بالنسبه للاطراف يعني كانت بصراحه بقى له 3-4 مباريات من لعبه بشكل عصري، وبيعتبر جوكر بتحتاجه في البكرات بتلاقيه في الهاف ديفندر بتلاقيه في حته الطرف بتلاقيه. طبعا كمان يمكن ايمن اشرف جوكر برضك بالنسبه لخط الظهر، بيلعب في حته الباك ليفت. ايمن اشرف بيقدر علي لطفي هيقف بكره حاجه جميله من البرومو اللي انت وريتوني ده. علي لطفي كمل. انا بقول لك انا مش عارف فكر محمد يوسف، انا شفت كده كابتن شايف ان علي لطفي هو هيقف بكره. انا اللي اكسب يعني. قريت يعني قريته من البرومو اللي احنا شفناه دلوقتي ده ومن التدريبات دي بالشكل ده يعني. حاسس ان في خايف بكره انا؟ خايف على ايه؟ انا شتمتك
لا يا رب لازم يدير لازم يدير رياكشن كل حلقه. انا عايز اقول للشارع الرياضي الاهلاوي المصري، انتوا قلقانين ليه من 2-0؟ 2-0 دي مباراه يعني نتيجه كبيره جدا. مش قلقانين من 2-0، قلقانين من الظروف. نتيجه كبيره يعني، ولا في حاجه. انا شايف الدنيا ملعب بيس اهي والدنيا حلوه. لا هو شعب طيب، هي شعب طيب جدا وبيستقبلوا الضيوف بطريقه جيده جدا. بدنا نخلص بدري والنادي الاهلي بيقدم مستوى جيد في المباريات الاخيره. دي مش ماشيه واحد هيقعد الشناوي بره 18 بكره. دي مش ماشيه واحد. ده طبيعي جدا ان هو طبعا يكون خايف على الشناوي، لان الشناوي لسه راجع من اصابه. كابتن انا اللي اكسب على فكره، كل الحاجات اللي بتقولها دي انا اللي اكسب. انا بين ابراهيم وجوتش انت تكسب، احنا اللي هنكسب. لا بين اكرام عشان يديني فانيلا في الاخر. وبعدين كابتن ابراهيم عم عارس ثقه لعيبه النادي الاهلي والدوافع اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي في خلال المباريات السابقه ميدو، بتاكد ان احنا زي ما كابتن ابراهيم قال ان احنا رايحين نجيب الثلاث نقاط، يعني رايحين نكسب. ودي سمة البطل يعني. ده فكرت كده يبقى انت على الاقل تتعادل مثلا. يعني بتفكر كده يعني، اضغط عشان اكسب، ولو ما خدتش المكسب اخد النتيجه اللي هي المرضيه بالنسبه. والجمال بقى ايه في اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ لما اختلفنا احنا على 4-2-3 و4-4 بقى عنده قماشه، بقى عنده اكتر من لعيبه. ماشي الله اكبر، بقى عنده لعيبه دلوقتي يقدر يختار. اخترنا جميع بيت، انا بقول حمودي وانت بتقول محمد شريف وحضرتك قلت ناصر مهري، يعني خلاص بقى عندنا لعيبه بترجع تاني تقدر تعمل القوام بالنسبه للمدرب يقدر يختار براحته. الجميل الوش اللي احنا شايفينه. جميل الوش اللي فيه تاريخ كبير نادي الاهلي. حبيبي ده حاجه جميله جدا وحاجه قمه في التفاني. لازم الراجل ده يا جماعه بصراحه يعني حاجه قمه في التفاني وعصر اجيالك كابتن شريف. حبيب وحاجه جميله جدا، ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك فيه. حارس اشهر مننا كلنا. حارس حبيب كله بيضحك على فكره. كل عمرك ما تطلب منه حاجه غير هو بيضحك يا كابتن شريف. ما شاء الله حتى في كل عمال النادي على فكره احنا طبينا معاهم حاجه جميله جدا بالذات ده بقى كابتن شريف عنده اكثر خبره من اي حد. بنعتبرهم اخواتنا يعني العمال بتوع النادي دول يعني. يا عم بولا الله يرحمه كمان يا كابتن شريف. الف رحمه ونور على حمود. لو تفتكر كده سالم ربنا يديله الصحه، بياخد تعليمات من المدير الفني وبيبدا ينفذها. أيوة. بالنسبه للادوات وترتيب الملعب وبالنسبه معشوق المدربين. معشوق المدربين عم حارس. المدرب برضو بيجي بيشوفه طبعًا. ما شاء الله ما شاء الله ربنا رب يحميه زي ما بيقول شريف بالابتسامه على وشه طول الوقت. بالظبط ما تدروش تعليمات يا كابتن. هو عارف شغله ان شاء الله عليه يعني بقى مبرمج حافظ خلاص خبرات من غير اي اوردر يعني. حتى كابتن سيد لما يقول له حارس عارف على طول. هي كحارس وخلاص. شكرا كابتن سمير عادلي. حاجه بصراحه استاذ ابراهيم الكفراوي. استاذ ابراهيم الكفراوي رئيس البعثة طبعا الشخصيات المحترمه برضه حاجه جميله قوي يعني. قوي كان لينا لقاء معاه امبارح برضه بيطمن الناس يا كابتن شريف. ان شاء الله الاهلي ما تقلقوش. الناس قلقانه بس من الاجواء غير كده. انت مضيع 50 جول. انا قلقان من الاكسجين بس. بالظبط ما ده اللي بنتكلم فيه. ميدو قال لك الجو كويس والاكسجين الحمد لله الحراره مش عاليه. ربنا يكرم يا رب. احلى فطار بقى تفطره في اثيوبيا دي. همك على بطنك يا شريف ولا ايه؟ يصحوا الصبح اللعيبه تلاقي الباجيت بقى والزبده وما اعرفش ايه والمربى وجا. فانا مطمن على اللعيبه. الناس والمانجا بتتكلم بجد. انا مطمن على اللعيبه. بتتكلم بجد يا كابتن؟ والموز. ليه ما هو انت عايز تودي الفرقه دي من غير ما يفطروا ولا ايه؟ اكيد معاهم فطار مصري. مصري؟ اه. لا 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 ما شاء الله هناك الاكل تحفه. لا هم واخدين شيف معاهم كابتن طول عمر. والله العظيم الاكل تحفه. فكر كويس. انا مفكر اول ما عارف. انت يمكن نزلت بقى في اوتيل درجه ثالثه. لا انا نازل هو اوتيل واحد في اثيوبيا احسن اوتيل هناك. كنت معنا فرقه مين؟ اهلي وامبي. انت كنت مع مين ايام الاهلي ولا امبي؟ الاهلي ونفس الاوتيل. معلش انا كنت منتخب مصر. نزل مع الاثنين. هو اوتيل يا كابتن. هو اوتيل لا 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 صح 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 اثيوبيا صح. لا انا اسف انا اسف اثيوبيا اتاسف لك على الهوا. لا 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 اوتيل من الميموريز اللي انا بحبها. لا لا ده الاوتيل هناك رهيب. ده الاساس يا كابتن ابراهيم. تفطر وتتعشى 10/10. الغدا ده بقى انا ما حته اللحمه الكبيره دي اللي انت بتروح الاوتيل. نفس الاوتيل يا كابتن شريف. ما اعرفش بقى نفس الاوتيل ولا بس انت شايف الدنيا عامله ازاي. احنا رحنا الاوتيل لما الدنيا اتغيرت طبعا. لما رحنا مع ابي يا كابتن ابراهيم ما كابتن شريف كابتن مار رحنا شايفين البلد. فالكابتن قال لي ما تقلقش الاوتيل. فانا قلت خلاص هو بقى انا كنت كابتن امبي. دخلت اوتيل يا كابتن شريف كان نمره واحد في العالم من سنه. والله العظيم. والله العظيم مش عايز اقول اسمه. انا يعني كنت فاكر في جنوب افريقيا دلوقتي. لا كان نمره واحد في العالم. احنا دخلنا اداره فرنسويه اوتيل مش طبيعي. قلت طب ايه اللي جاب الاوتيل. فعرفت بقى ان هم ليهم عندهم مناجم ومش عارف ايه. فطبعا عاملين الاوتيل ده كده. لا افتكرت احنا لما رحنا مالي الوضع هو شايف المناجم اهي قاعده المناجم اهي. جبت منين المناجم دي؟
لا في ما هو المناجم مش عايز اتكلم بقى، دخلنا في حتت بقى مش هنتكلم. انت اللي عايز مين عندهم فلوس كتير قوي؟ عايز مني عارف مين اللي عندهم فلوس وذهب وبتاع؟ لا الجابون. والجابون حته بلد قد كده صغيره على المحيط وعندهم ذهب افريقيا كلها يا كابتن وبترول خرجنا شويه عن الكوره يا جماعه. احنا هدول اللي عندهم افريقيا المناجم. افريقيا كلها مناجم يا كابتن. وفي ناس بتعتمد على طبعا الاناناس والحاجات دي، وفي عندهم مزارع اناناس بتصدر وبن وشاي عندهم عندهم طبيعه غير عاديه. يعني شوف شفت حجم الاستثمارات في اثيوبيا دلوقتي. احنا مش عايزين عايزين نبعدش بس على الملعب جميل اهو. الملعب واضح جايبين لنا الصوره. الجو كمان يا كابتن الملعب جميل الجو كمان تحس بكره ان هيبقى في ترسيمه تجيب فيها جول طبعا على وشوش اللعيبه وعايزين نكسب بقى حته النتائج اللي بيننا وبين اللعيبه في الماتشات دي. هي استغلال فرصه واحده بالظبط. يمكن جلده ما كانش محظوظ مع البن الاثيوبي يعني، يمكن 1-1 و2-2 سان جورج. ف يعني الجيل ده برضك الحمد لله. لعبت سان جورج يا كابتن؟ يعني احنا لعبنا سان جورج افضل مننا في ان هم يعني الحمد لله تفوقوا في الماتش الاولاني، ان شاء الله الماتش الثاني يعني بالنتيجه ايجابيه. ولو رجعنا بالزمن شويه يمكن سيد عبد الحفيظ كان لاعب مع منتخب الاولمبي بتاع الكابتن حلمي طولان، كسبنا هنا 5-0 ورحنا هناك خسرنا 5-0 ماتش. وبعدين منتخب الاولمبي مع اثيوبيا مع منتخب الاولمبي الاثيوبي وفزنا بضربات الجزاء 5-0 يا كابتن. 5-0 وكان سيد اللي هو رئيس البعثه المدير الفني كسبتهم هناك 5 كان موجود مع المنتخب الاولمبي بتاع الكابتن حلمي. وخسروا هناك 5 حضرتك كنت موجود يا كابتن؟ لا انا كنت موجود مع النادي الاهلي وكنت بسمع المباراه، حارس كان بيسمع المباراه في الراديو. وفوجئنا ان احنا اخر 10 دقائق نتيجه 5-0 لصالح اثيوبيا. الاجواء هناك وبعدين ضربات الجزاء احنا الحمد لله تفوقنا ضربات الجزاء وشيلنا. بس الحمد لله مش عايز اقول 75 عايز اقول ان احنا هنحترم طبعا جيما بشكل كبير جدا. طبعا عشان أكيد. ان شاء الله باذن الله يبقى اليد العليا بالنسبه هنحترمهم بهدف ان شاء الله في اول 5 دقائق من بدايه المباراه ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه. يا كابتن قول لي ولا حاجه. انا كنت بقول لك ان شاء الله هنحترم الفرقه القسمه بهدف احنا بنتفوق والسبق يبقى لينا باذن الله وننهي المهمه ونبتدي نلعب براحتنا بقى وحتى الاجهزه الفنيه تفكر بارتياحيه يعني. اكيد انا رايي برضو ان شاء الله باذن الله هنلعب على المكسب وان شاء الله هنرجع بالثلاثه بونت. وانا بحب اطمن جمهور النادي الاهلي الاصابات ابتدت يطلعوا من المستشفى وابتدت القوه الضريبه بتاعه النادي الاهلي تبقى موجوده. وكان عندنا دلوقتي دكه قويه جدا، لو حطيت الدكه دي واضفت عليها 4 ممكن يلعبوا في الدوري العام. فبحب اطمن الجمهور الدور الثاني هيبقى لينا شكل ان شاء الله باذن الله جميل، وهنبقى في المكان اللي الناس متعوده عليه في المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا ميدو دايما بتنورنا. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن ميدو. شكرا كابتن شريف. الوقت معاك بيمر بسرعه يا ميدو. والله كابتن يعني مش عايز اقول شهادتي فيك مجروحه انت عارف، بس دايما لازم تعمل حاجه كده مره كده. اعمل ايه؟ يعني لازم تديني واحده كده كل استوديو. بص يا ميدو هقول لك على حاجه. اتفضل يا كابتن. اللي انساك انساه وابعد عنه عشان شكرا جدا دايما بتنورني والله. شكرا جدا لحضراتكم. دي كانت نهايه ملعب الاهلي النهارده، مباراه الاهلي وجيما هي مباراه الغد. معاكم بكره من الساعه 1 بعد الظهر حتى انتهاء المباراه، وفيما بعد المباراه ان شاء الله يكون معانا ضيوفنا النجوم لسوء التحليل اللي هنتشرف بيهم بكره للحديث عن مدار حول هذه المباراه. واكيد هيكون معانا الفقره التحكيميه زي ما متعودين مع حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير وتصبحوا دايما على خير.